اول القصه دي عشان يتقال كابتن فاروق عمل في التدريب اعتقد نتائج او قلت لهم لا ما مش انا اللي بقول ده يعني هو رد عليك كابتن فاروق لا لا انا طول يطلع رد والله لو عايز يرد يرد يعني صعد فرقه خد دوري مثلا فرقه مرن في كذا كذا فقلت لهم لا ده كذا 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 ده تاريخ او حاجات في الاتحاد الكوره انت ضربت معاه قبل كده اه طبعا في المصري وفي البلديه طب ما هو فتح لك باب تدريب اهو ماشي لا اه انا كنت بدرب مش هو هو ما كانش بيجي يعني ايه ما كانش بيجي غير الماتش يعني ايه بوظ لنا الفكره ولا ايه طب خلاص غير السؤال ده والله ما كان بيجي مش انا يعني الناس كلها عارفه في المصري والبلديه بيجي من الماتش بيجي يوم الماتش ها مش انا بقى في ناس كتير شالت معاه و ايوه الموسيقى دي حلوه قوي قوي اتخانقت مع الكابتن حسام حسن في المصري استحاله وانا ما رضيتش تنزل التمرين غير لما يمشي حسام ابراهيم ابراهيم حسن ابراهيم او الكابتن حسن لا ابراهيم ابراهيم بس الصالح الحاج سيد ده كان سيد جميل جدا ولا حاجه كان تعرف الغيره اللي عندهم عايزين يلعبوا اساسيين على طول وخاصه ابراهيم يعني حسام كان بيلعب على فكره كان هداف ودخل منتخب اللي كان مع كابتن حسن شحاته اعتقد 2006 او 2008 مش فاكر ابراهيم كان عايز يلعب اساس على طول وكان في اسامه السيد واحمد حافظ طب انا بص صراحتك المعوده وانت بتحقق معاك النهارده لاول مره في تاريخك بجد بجد حصل خناقه بالايد ما بينك وبين الكابتن ابراهيم حسن لا لا خالص والله استحاله انا عارف الحقيقه والله العظيم ما حصل وهو استحاله يعمل كده انا عارف اخلاقه لا لا استحاله استحاله انا اول مره دلوقتي. انا ممكن اخد مداخله من مصر دلوقتي تقول كان في تشابك بالاهلي لا لا استحاله على فكره الموضوع ما خدش 10 دقايق 5 دقايق وتاني يوم رحنا كانت الحاج سيد الله يرحمه ويحسن اليه عزمنا في البيت عنده كان مخبيهم جوه من الدعابه وطلع وسلمنا على بعض وكلنا مع بعض وانا عني الموضوع ده لان انت في اول الحلقه اشدت بيهم معنا لا 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 الاتحاد. طبعا طبعا خدت فلوسك من نادي النجوم؟ الله يسامحك يا شيخ. أنا أتكلم براحتي يعني؟ براحتك. يعني البلد فيها قانون صح؟ هو أنت في أوضة اللبس وأنت بتدرب في تاريخك كنت بتبقى خايف من حاجة ولا بتتكلم لا 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 براحتك براحتك. اتكلم براحتك، أنت في أوضة اللبس. البلد دي فيها قانون صح؟ القانون مش عارف يجيب لي الفلوس. يعني إيه؟ أنا معايا شيكات عليه وحبس. ما حدش عايز ينفذ رئيس نادي النجوم ولا في الشرطه في زايد عايزه تنفذ ولا